يسأل ما الفرق بين السنة والعام؟ السنة قد تتفق مع العام في أن كل منهما يبدأ من وقت معين وينتهي في وقت معين، والسنة قد تطلق على سنوات الشدة. قول الله تعالى: قد أخذنا آل فرعون بالسنين، اللهم أني عليهم بسنين كسن يوسف. أما التفريق العام يكون يطلق على الخصب والسنة تطلق على الشدة، لا يلزم ذلك.